كنت بحبه حب، بحب اتفرج عليه جدا في منتخب انجلترا. بتكلم على ايميل هيسكي، واحد من اللاعبين اللي يعني كانوا يتميزوا بضربات الرأس والقوة البدنية، وكان من اللعيبة اللي عملت مشوار كبير جدا جدا في انجلترا، سواء بالبداية اللي كانت مع ليستر سيتي او حتى كمان ليفربول، والانتقال الكبير جدا جدا مع مطلع الألفية، وعايز اقول لكم كان برقم كبير، اعتقد كان 11 مليون جنيه استرليني، وكان رقم كبير جدا ان هو يدفع في لاعب في ليفربول. خليني اقول لكم المسيره بتاعت ايميل هيسكي نجمنا اللي معانا النهارده عبر سكايب، مسيره احترافيه مع ليستر سيتي من 94 ل 99، 197 مباراه، سجل فيها 46 هدف. ايميل هيسكي طبعا مركزه مهاجم، حضراتكم اكيد عارفين ده. مع ليفربول بقى في الفتره من 2000 ل 2004 223 مباراة ب 60 هدف، صناعة أهداف 24 هدف. مع برمنغهام سيتي في الفترة من 2004 ل 2006 78 مباراة ب 16 هدف. مع ويجن من 2006 ل 2009 88 مباراة 16 هدف، صناعة أهداف 7 أهداف. هيسكي كمان مع أستون فيلا من 2009 ل 2012 110 مباراة، سجل فيها 14 هدف وصنع 5 اهداف. مع نيوكاسل يونايتد جيتس الاسترالي في الفتره من 2012 ل 2014 10 اهداف في 41 مباراه. ومع بولتون من 2014 ل 2016 عامل اعتزال 49 مباراه، سجل فيها 3 اهداف وصنع 6 اهداف. مسيره كبيره جدا جدا الراجل ده. مع ليستر سيتي حقق كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه مرتين، موسم 96 97 و99 2000. تاريخ محترم مع ليفربول، حقق كاس الاتحاد الانجليزي موسم 2000 2001، كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه مرتين 2000 2001 و2002 2003، والدرع الخيريه في 2002، وبطوله الدوري الاوروبي مره في 2000 2001، والسوبر الاوروبي في 2002، وانضم لاول مره للمنتخب الانجليزي سنة 99 وعمره 21 سنة تحت قيادة كيفن كيجان، وخاض مع منتخب انجلترا العديد من المنافسات الدولية، كان كاس العالم طبعا في كوريا واليابان 2002، وكاس العالم 2010 بجنوب افريقيا، وشارك في بطولة امم اوروبا 2000 واللي استضافتها هولندا وبلجيكا، وامم اوروبا 2004 في البرتغال. مسيرة كبيرة مع منتخب انجلترا، 62 مباراة دولية 7 اهداف، وصنع 11 هدف.